يجوا يوم السبت بالليل هيلاقوا زعق في الكنيسة يقدروا يعيدوا بيه هذا العيد. من الساعة 7 هنكون موجودين وتبتدي الصلوات يوم حد الزعف أو ليلة حد الزعف يوم السبت بالليل، ويوم حد الزعف صباحا بنبتدي صلاة الساعة 8 صباحا، وتكون في دورة اسمها دورة الزعف أو دورة الصليب في الكنيسة. الزعف بتاعنا بندور بيه في الكنيسة بالصلوات، ودي هي صلاة تكريس الزعف. مفيش تكريس زعف بعد القداس، بعد القداس في صلوات الموتى والحاجات دي. تكريس زعف هو صلاة الصبح الساعة 8 8 ونص صباحا، بتبقى في دورة في الكنيسة بالزعف، وفي هذه الدورة بيكرس هذا الزعف. وبعد كده بعد ما نخلص حد الزعف بنبتدي بقى في البسخة، هنعلن عن موعدها المرة الجاية، إنما يعني باختصار هتكون كل يوم الصبح والظهر وبالليل. الصبح صلاة من الساعة 7 ل 8 صباحا، والظهر من 11 ل 1، وبالليل من 6 ل 8 مساء. يبتدي من يوم الحد اللي جاي من 6 ل 8 مساء، وكل يوم في عظة حول موضوع آلام السيد المسيح له المجد. النهاردة بعد الظهر هيكون الاجتماع العام، وزي ما تعودنا إن الإنجيل بتاع الصباح بيكون الوعظة الآن، وتفسير الإنجيل بيكون بعد الظهر، بيبقى فيه أشياء جميلة جدا ما بنقدرش نوصل لها في قداس أو في وعظة الصباح. الإير كونديشنينج برضه أفكركم بيه، الكنيسة عاوزينها تكون بسرعة تخلص هذا المشروع علشان نقدر نشوف مشروع بعده. عاوزين الكنيسة باستمرار تكون حية بالمشروعات بتاعتها. فنرجو إن إنكم أنتوا تصلوا من أجل الكنيسة تخلص هذا المشروع بسرعة. منكم تصلوا ومنكم تحطوا عطايا بتاعتكم. فعم ألفي عام من حسابه النهاردة يلف بالطبق عشان ياخد دفعة للإير كونديشن. في خاتم وجدناه موجود مش عارف وقع منين، اللي وقع منه أو منها خاتم ويقري منها يجينا عشان نشوفه بتاع مين. إنجيل النهاردة عن المولود أعمى اللي شفاه السيد المسيح. رجل مولود أعمى، رجل عنده تقريبا 40 سنة، شفاه السيد المسيح له المجد، وجاء ذكره في إنجيل يوحنا في الأصحاح 9. وكان الإنجيل ده مخصص لحد التناصير النهاردة، وعشان كده سمي حد التناصير لأن فيه كانوا بينصروا الناس الموعوظين اللي جايين عشان يأمنوا بالمسيح، الناس اللي بيبشروهم بالمسيح وعاوزين يدخلوا في الإيمان بيدخلوا في صف اسمه صف الموعوظين، فصل الموعوظين، يعلموهم الإيمان لغاية لما يجي حد التناصير اللي هو زي النهاردة يعمدوهم علشان يقدروا يتمتعوا بالأسبوع بتاع حد الزعف وأسبوع البسخة ويوم القيامة. فده حد التناصير، كل يوم نقدر ننصر، لكن ده بالذات تذكار لأن الكنيسة بتنصر الناس البعيدين عن الإيمان اللي جايين عشان يدخلوا في الإيمان بالسيد المسيح له المجد. قال الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا إن السيد المسيح كان طالع من الهيكل وهو ماشي لقى واحد أعمى منذ ولادته، كان مشهور إن ده منذ ولادته أعمى بالطريقة دي، ما كانش له عينين، كان إنسان وظيفته بما إن ملوش عينين وظيفته إن هو يستعطي، إن هو يشحت من الناس. والراجل كان معروف عند جميع الناس، كل الناس عارفين إن ده فلان اللي أعمى اللي منذ ولادته بيستعطي عند باب الهيكل. فلما جه السيد المسيح ومشي ومر عليه ومعاه التلاميذ بتوعه، إذا بالتلاميذ يسألوا سؤال من الأسئلة الصعبة، يقولوا له يا معلم من أخطأ؟ أول ما شافوا الراجل الأعمى ده، مين غلط، الراجل ده ولا أبوه وأمه؟ سؤال خالي من اللياقة زي ما هنشوف دلوقتي. من أخطأ، هذا أم أباه حتى ولد أعمى؟ فسيد المسيح صحح المفاهيم بتاعتهم وقال لهم لا هذا أخطأ، الله معك، سلام، لا هذا أخطأ، مش خطية ده ولا خطية أبوه أن اتولد أعمى، لكن لتظهر أعمال الله فيه، ليتمجد الله فيه. وبعدين السيد المسيح له المجد تفل على الأرض وصنع من الطفل طين وطلب الطين عينين الأعمى، أصبح عينيه عليها طين دلوقتي لكن لسه ما شافش،
قال له روح اغتسل في بركة اسمها بركة سلوام. بركة سلوام دي كانت جنوب الهيكل بحوالي 1000 ياردة، يعني زي من هنا وزورنا الاسكوير مرتين. قال له امشي طول المدة دي لغاية بركة سلوام وروح اغتسل في بركة سلوام. وكلمة سلوام يعني مرسل، تفسيرها مرسل كما سنرى معناها دلوقتي. فراح الراجل ومشي الطريق ده كله وعلى عينيه الطين ده والناس شايفينه، واصبحت المعجزة واضحة. وراح غسل عينه في بركة سلوام فرجع بصيرا، اصبحت له عينان، خلقت له عينان جديدتان، واصبح هذا الانسان بعد ما كان اعمى اصبح يبصر. فالفريسيين الجماعة الكبار بتوع الدين بتوع اليهود ما عجبهمش الحال، مع ان ده راجل يعني اعمى وابصر، كان حقهم يشكروا المسيح، ما عجبهمش الحال. قعدوا يدوروا ازاي يطلعوا غلطة في هذا الموضوع، ازاي يطلعوا غلطة في ان المسيح بيرجع عينين لواحد ما عندوش عينين. قالوا ده المسيح عامل المعجزة دي في يوم السبت. وابتدوا يحكموا الراجل الاعمى، يقولوا له ازاي فتحت عينيك، يقول لهم الراجل اللي باسمه يسوع فتح عيني. جابوا الناس، هو ده الراجل الاعمى، قالوا هو ده الراجل الاعمى. جابوا ابوهم، هو ده ابنكم اللي اتولد اعمى، ايوه هو ده. فتحت عينيه ازاي؟ قال لهم مالناش دعوه، هم عارفين روح الشر اللي عند اليهود، مالناش دعوه، اسالوها وكمل السن. فجابوا الراجل، قول لنا ازاي انت صحيت وبقيت عينيك صحيه كده. فالراجل قاعد يشرح لهم، انسان يقال له يسوع تفل على الارض وصنع من الطفل طين ووضع على عيني انا ابصر. قالوا له هذا الانسان ليس من الله. قال لهم ليس من الله؟ بقى واحد يجيب لي يخلق لعينين يبقى ليس من الله منذ الظهر. وقف الاعمى ده واعظ للجماعه الكبار الاسس اليهود والجماعه دول، منذ الظهر لم يسمع ان انسان ان الله سمع الواحد خاطي، ده فتح عينيه. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيء. فاليهود علشان يخلص من الموضوع قالوا له بالخطايا ولدت بجملتك وجاي تعلمنا، ابتدوا انهم ينتهروا الرجل وطردوا الرجل من المجمع، طردوا الاعمى من المجمع. ذنبه ايه؟ ذنبه ايه الراجل اللي طرد من الاعمى ده من المجمع؟ الحقد بقى والبغض اللي عند اليهود. فلما طردوه ذهب للهيكل لقى يسوع المسيح، جاله بعد ما طردوا الناس، قال له اتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لاؤمن به؟ قال له الذي رايته، يعني انا والذي يكلمك هو. قال له اؤمن يا سيد، وسجد له. وكان هذا ايمان من هذا الرجل. عاوز اكلمكم باختصار في هذه المعجزة عن 3 أسئلة رئيسية جت في المعجزة. 3 أسئلة رئيسية. السؤال الأولاني، من أخطأ؟ عاوزين شوية نقف عند الحتة دي لأن دي حتة اجتماعية يهمنا قوي إن احنا نعرف إيه الصح فيها. والسؤال الثاني، غير من أخطأ، كيف انفتحت عينيك؟ الناس بيسألوا إزاي اتفتحت عينيك. والسؤال الثالث اللي سأله المسيح، قال له أتؤمن بابن الله؟ 3 أسئلة يصلح يكونوا 3 خبزات كويسين لنا في هذا الصباح. التلاميذ قالوا من أخطأ؟ عيب اجتماعي كبير جدا تيجي تقابل واحد مضروب بضربة معينة ولا مجرب ولا جات له مصيبة من المصايب، ثم بدل ما تعزيه وبدل ما تقف جنبه وبدل ما تقول كلمة كويسة تقول له دور على نفسك شوف عملت ايه عشان ربنا عمل فيك كده. اللي تزوق قطعا اللي تزوق جامدة، لأن الإنسان المسيحي لا يؤنب واحد في تجربة. لما يكون واحد في تجربة وفي شدة عاوز حد يكون جنبه، عاوز حد يلطف هذه المشكلة عليه مش يزود حمله. واحد شايل قفة مليانة طوب ما يحطلوش عليها حجرتين فوق القفة بتاعته، يحاول ان هو يلطف هذا الموضوع. والغريب ان هذا السؤال جه من التلاميذ، كناش نتوقع ان تلاميذ المسيح وعشرتهم مع المسيح اللي هو كل ذوق وكل إنسانية وكل محبة للناس انهم يتكلموا بهذا الكلام. من أخطأ؟ وبعدين السؤال نفسه كان سؤال غلط، يقولوا من أخطأ، هذا أم أبواه؟ هذا هيخطئ منين إذا كان مولود أعمى؟ أخطأ في بطن أمه ولا إيه ده؟ يبقى السؤال ده نفسه ملوش معنى. وأبواه أيضا الناموس واضح إنه إن الأبناء ما ياخدوش أبدا من ذنوب الآباء. صحيح في حزقيال بيقول في مثل إن الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست، لكن حزقيال قال هذا المثل لا يعود أبدا إنه يكون في إسرائيل. سألوا المسيح، قالوا له من أخطأ، هذا أم أبواه؟ الإنسان ده بيبقى شديد على غيره، ولو يعرف أنه عيوبه الكثيرة تستدعي أنه ندور على خطيته الأول لما سأل هذا السؤال. ياما في ناس
يسيبوا عيوبهم ويسيبوا خطاياهم ويسيبوا المشاكل بتاعتهم ويسيبوا النقائص بتاعتهم ويبتدي ينهشوا في الناس التانيين، وعاوزين فريسة عشان يفترسوها. مين غلط؟ مين عمل العملة دي؟ مين اللي قال الكلمتين عشان بس يحاول ان هو يتشفف الإنسان الذي يتكلم عنه؟ لكن هل هذه أخلاق المسيحية؟ هل المسيح علمنا ان الإنسان يدور على غلطات الناس ويحس لهم الغلطة بتاعتهم؟ ده مرة سيد المسيح له المجد، ناس من الفريسيين جابوا له امرأة خطية، قالوا له احنا مسكناها وهي في الخطية، ايه رأيك؟ الناموس بيقول ان دي ترجم. فسيد المسيح شاف فيهم التحفز، وكل واحد ماسك له طوبة كبيرة عشان يرجم هذه المرأة، فحب ينبههم الى شخصيتهم هم، الى انهم بيحكموا على ناس قبل ما يحكموا على نفسهم. قال لهم ما فيش مانع، يلا نتمم الناموس، بس من منكم بلا خطية يرميها اولا بالحجر. كل واحد يدور في نفسه، اللي ما عندوش خطية ابدا يتقدم ويرمي هذه المرأة بالحجر. فالناس قاعدوا يدوروا في نفسهم، الفريسيين الكبار، وابتدوا يخرجوا. قال الكتاب من الكبار الى الكبير الاول طلع، يجي واحد رئيس كهنة ولا رئيس فريسيين يتقدم عشان يضرب ويحاول ان هو يغالط، يقوم السيد المسيح يكتب له على الارض يقول له انت راجل سارق انا عارف ان انت عامله، يقوم يستخبى يخبي وشه ويرمي طوبته ويمشي. كل الناس الذين جاءوا لكي يحكموا المرأة خرجوا كلهم، لان كل واحد كانت له خطيته. لو كل واحد منا يعرف ان له خطيته، وانه قبل ما يدين الاخرين يدين نفسه، وقبل ما يحكم على الناس يحكم عليه، قبل ما ربنا يحكم عليه، كنا احنا كنا في سبيل مسيحي اكثر جدا مما فيه الان. يا ما ناس يحاولوا انهم يجيبوا عيوب الناس الاخرين، ايه عيبهم، ايه مشكلتهم، ايه الحاجه الوحشه اللي فيهم. طب ليه تكون انسان مفتش مساوئ، تفتش على المساوئ؟ عارفين الناس يحبوا يكونوا مفتشين، في واحد مفتش مساوئ وفي واحد مفتش محاسن. مفتش المساوئ ده يدور في الحاجات الخسرانه الوحشه، بالراجل ده هو غلطان، الراجل ده فقير، الراجل ده ضعيف، الراجل ده بيشتم، الراجل مفتش مساوئ. لكن مفتش المحاسن يدور على الحاجه الكويسه، يحاول تملي انه يكتشف الشيء الجميل في الانسان. لما يكون واحد ساعات مثلا يزور، في افرضوا مثلا اربعه راحوا زاروا البابا شنوده، وجيت اسالهم ايه رايكم في الزياره اللي رحتوها، واحد يقول لك احنا عارفين ندخل عند البابا شنوده ده بيدخلوا بالعافيه، واحد تاني يقول لك ده بيقعد مع الناس بالساعات ما بنعرفش نقعد معاه، واحد تاني يقول لك ده نص وقته في الدير. لكن مين منهم يقول الله يكون في عونه ده غلبان الناس عمالين يروحوا له، ما هجيبها من الحكومه ولا من الاخوان المسلمين ولا من الشعب ولا مين منه؟ مين من الناس يحاول يجيب الكلمه الكويسه؟ تدخل مثلا واحده سيده جديده في الكنيسه وتسال بعض السيدات ايه نظرتكم للسيده الجديده اللي دخلت الكنيسه، واحده تقول لك دي شعرها ابتدى يبقى ابيض، واحد تاني يقول لك دي الشنطه بتاعتها مش موضه، واحد يقول لك كل واحده تطلع عيب. مين اللي طلعت حاجه كويسه؟ مين اللي يطلع حاجه كويسه؟ ده المفروض ان انسان المسيح يطلع الحاجه الكويسه، يقول يا سلام دي سيده طيبه بتعبد الله وجايه تعبد في الكنيسه. احنا عاوزين نتعلم هذه الصفه الطيبه، لا ان نبحث عن عيوب الاخرين ونرتبك في الخطايا بتاعتهم، بل نبحث اين حسنات الاخرين ونظهرها ونبهرها للناس. ربما ناس واحد يكون خاطي خالص لكن عنده صفة واحدة كويسة، نمسك في الصفة الكويسة دي ونشجعه عشان من هذه الصفة الكويسة يستطيع أن يتغلب على باقي الصفات الوحشة. عايزين نتعلم، ما نقولش أبدا من أخطأ مين الغلطان، لا ما نقولش كده، نقول باستمرار أنه المسيح يستطيع أن يداوي كل خطأ، وكل واحد مننا أنا غلطان قبل غير ما يبقى غلطان. ولذلك قال السيد المسيح يا مرائي اخرج اولا الخشب اللي في عينك، في عينك فيها خشبه جامده، قبل ان تخرج القزا الذي في عين اخيك. والسيد المسيح لما جه مع انه الديان ما جاش عشان يدين الناس، قال عنه الكتاب المقدس جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ما جاش عشان يدين، مع ان له ان يدين هو بلا خطيه، لكنه اراد ان يعطينا مثالا كيف نسير في حياتنا. واحد من الناس قال بدل أن تلعن الظلام أضئ شمعة، ما تدخل في أوضة مظلمة تقعد تقول إيه الظلام ده وإيه اللي مقفل الأوضة كده ليه، وتقعد تعمل لك دوشة، لا ولع شمعة تعمل عمل إيجابي تقوم تنور الأوضة
اللي انت موجود فيها. دي الديانة المسيحية بتاعتنا. الديانة المسيحية بتاعتنا مش كتلة حاجات وحشة عمالين نرميها على الآخرين أو نطلبها من الآخرين. الديانة المسيحية عبارة عن كتلة حاجات كويسة. القلب الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح، من الكنز الصالح في القلب يخرج الصلاح، ودي طبعا ناتجة من المحبة. لو كان الإنسان عنده محبة ما يطلعش متاعب غيره. عشان كده بيقول لك في اللغة في الأمثال بتاعتنا إن حبيبي يبلع للزلط، مش كده؟ لما يكون واحد بتحبه تبلع له الزلط، مهما كانت زلطه كبيره وكلامه رجم تبلعها له، لكن عدوي يتمنى لي الغلط. فانت المحبه اللي داخله في الموضوع ده، المحبه اللي داخله. لو كنت بتحب، ولو كنت بتحب جارتك واخواتك كنت باستمرار تطلب الحاجه الكويسه اللي فيهم، وكل ما تلاقي حاجه وحشه تداريها، تداريها عشان ربنا يداري الخطايا بتاعتنا. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. وياما في ناس يحبوا يعلموا غيرهم ويحبوا يدينوا غيرهم، لكن هم ما يدينوش نفسهم ولا يعلموا نفسهم. وزمان كنا في ابتدائي كنا يعلمونا بيوت شعر لغاية الوقت حافظينها لأنها كلام كويس. بيقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما تصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وإحنا صغيرين كده كانوا بيعلمونا الكلمتين دول عشان الواحد مش يحاول إن هو ينبش وينهش في الناس التانيين ويعلم فيهم ويحسب نفسه إن هو إنسان بريء. لا، هو الإنسان محتاج إلى أن يتعلم. اخرج الخشبة أولا من عينك، وعندئذ تستطيع أن تخرج القزم من عين أخيك. اوعى نقول لواحد مين اللي غلط، ما ندورش على الغلط، مش شغلتنا، مش شغلتنا ندور مين اللي غلط. في ربنا واضع ناس مخصوصين للدينونة. الحاكم الله الأولا هو اللي بيدين، الحكام مثلا أو الرؤساء يدينوا، الآباء الروحيين يدينوا الإنسان الخاطئ عشان يتوب، الأب الجسدي والأم الجسدية لهم الدينونة، المدرس في المدرسة له أنه هو يحكم على التلميذ أنه هو مش تمام عشان يخليه أحسن. لكن مش كلنا عندنا هذه الوظيفة، مش كلنا قضاء، مش كلنا عمالين واحد يحط نفسه ده غلطان وده مش كويس، والأسيس ده عمل كذا، والمطران ده عمل كذا، والأخ ده عمل كذا. إيه ده؟ إيه؟ إحنا رحنا فين؟ فين؟ مين اللي ادك هذا السلطان؟ أين الله وسلطانه عشان تتعدى عليه؟ نحن نؤمن باستمرار أن الذي يسير في طريق الله ربنا يكون معاه، وأن كل إنسان لا يسير في طريق الله يوجد من يحاسبه. ربنا جاعل لكل إنسان من يستطيع أن يحاسبه. أنت ما بتؤمنش بربنا أنه موجود، ده حاجة تانية، تبقى أنت تبعد عن الدائرة. لكن ما دمنا نؤمن أن الله موجود بقى نؤمن أنه يستطيع أنه يجازي كل واحد حسب أعماله. الحاجة التانية من الأسئلة: كيف انفتحت عيناك؟ سألوا الراجل، قالوا له: انفتحت عينك ازاي؟ قام شرح لهم العملية اللي عملها سيد المسيح له المجد. وعاوزين من دي ناخد عبرة لنا ازاي تنفتح عيوننا للخير وللطريق الصالح والعمل الأشياء الصالحة. قال لهم: أول حاجة إنسان يقال له يسوع هو اللي عمل الشغلة دي. يعني ما حدش يقدر ينجينا من ضيقتنا، حدش يقدر يرفعنا في حياتنا، يسمينا في الطريقة بتاعتنا إلا المسيح نفسه. لا تقول مثلا التقاليد العالية بتاعت البلاد، ولا تقول الفلسفة، ولا تقول العلوم والدراسة. كل الحاجات دي ليست تساوي شيء بجانب عناية الله بالإنسان كيف تفعل. إنسان يقال له يسوع هو اللي يقدر ينجينا. الله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. لما كنا أنا تعبان، لما تكون أنت تعبانة أو محتاجة الحاجة، اللي ينجيكي المسيح ونعمة المسيح وبركة المسيح، لا تلجأي إلى أشياء أخرى. وبعدين عمل لك إيه الإنسان ده؟ هو قال: صنع طينا وطلب به عينيه. الموضوع ده برضو موضوع يهمنا أن احنا ندرس بالليل إن شاء الله، هنتكلم كتير على الموضوع ده. بس عاوزين نلمسه دلوقتي من ناحية تانية، إن الذي صنع الطين في ذلك الوقت هو الذي صنع من الطين الإنسان الأول. مش الأول كان آدم تراب من الأرض، وقال الله الكلمة، مش قال الله يعني الكلمة، قال الله انه آدم يخلق فخلق آدم، خلق بكلمة الله من التراب. وكما خلق آدم في ذلك الوقت من التراب وبكلمة الله،
خلقت عينان لهذا الإنسان من التراب وكلمة المسيح. لما تفل في الأرض، نفس التفل عبارة عن تفل وروح نفسها أو ريح من السيد المسيح لكي يصنع هذا الطين. فكما خلق الإنسان الأول خلق المسيح هذه العينين، لكي نعرف جميعا أن الذي خلق في القديم هو المسيح الذي قدر أن يخلق في ذلك الوقت. وبعدين في حاجة تانية عاوز ننبه نفوسنا ليها، أن الإنسان من طين. في واحد بيحسب نفسه من ذهب، في ناس يحسبوا نفسهم من ذهب، في ناس يحسبوا نفسهم من جوار كريمة، في ستات يحسبوا نفسهم من معادن مش موجودة في العالم. احنا من تراب، شئتم او لم تشاءوا احنا كلنا من تراب. بكام التراب لما تطلع مثلا في حتة زي اي حتة من حتة تشتري مثلا قف التراب تشتريها بكام؟ ده يدولك فلوس عشان تشيلها. التراب ملوش تمن. احنا في جسدنا كجسد لا نساوي شيء، لان الجسد ده من تراب والى تراب يعود. لكن ايه اللي خلى لنا قيمة؟ ايه اللي خلى للجسد التراب ده قيمة؟ ان روح الله دخلت فيه. ان هذا السفر اللي بنقول عليه سفر او خمس ست صفار جنب بعض، لما الواحد الصحيح وقف جنب سفر اصبح 100,000 او اصبح مليون. فالانسان بدون الله لا يساوي شيء. اما الانسان الذي يكون الله معه فمع انه قليل القيمة، صغير المقدار، لكن نعمة الله ما تجعله كبير المقدار جدا. صنع طينا وطلع به عيني وقال لي ابصر، قال لي اذهب اغتسل في بركة سلوام. بركة سلوام، كلمة سلوام قال الكتاب المقدس معناها مرسل. وقصد يوحنا أن يشرح هذه الكلمة لأن المسيح نفسه مرسل من الله، وهذه البركة كانت إشارة للمسيح المرسل من الله والبركة اللي هيحطها في المية عشان كل من يدخل في هذه المياه يستطيع أن ينجو بنعمة المسيح. عاوز أقول لو أسألكم السؤال، مين اللي صح عينين الرجل ده؟ يا ترى الطين ولا مية البركة؟ عاوزكم كلكم تقولوا لا، لا الطين ولا مية البركة. كل دي وسائل، أما اللي صح عين الرجل ده فهو السيد المسيح له المجد، نعمة الله لصحته. في وسائط ربنا بيستعملها، لكن ينبغي لنا أن احنا نطيع هذه الوسائط. افرض الراجل حط الطين على عينيه وراح قال له اغتسل في بركة سلوام، قال سلوام ليه؟ ما روح بركة بيت حز أحسن. هل تفتكروا كان تصحى عينيه؟ ما تصحاش عينيه. صحيح أن المسيح هو موجود لكن هو ما طوعش. لازم الإنسان يطيع كلام المسيح بالضبط، ما يقولش شمعنا وإيه يعني. زي الناس يقول لك أنا لما أخطي وروح للكاهن يرى للتحليل تتغفر لخطيئتي. إيه يعني الكاهن؟ ما هو في أقدس منه، في أقدس منه، لكن ربنا حط الطريقة دي. فكإنسان مطيع وكإنسان تسمع كلام الله، تتبع الكلام الذي قاله الله بدون أي تفسير وبدون أي تحوير. هذا الرجل أطاع المسيح، قال له روح اغتسل في بركة سلوام، راح واخد الطين اللي على عينيه وطرح ماشي المسافة دي كلها. بقول لكم حوالي 1000 ياردة زي من هنا وجورنا السكوير مرتين. تصور لو حاحت حط لي شوية طين على عينيا وقعدت امشي في الشارع لغاية كمان 1000 ياردة، كان ايه اللي يجرى؟ خصوصا في الشرق كمان. لو كنا في مصر مثلا واحد ماشي وطين في عينيه كان خده كلمتين كويسين جدا وهو ماشي في السكة. فهذا الرجل تحمل انه يمشي، وتحمل الهزء، وتحمل الضيق في هذا الموضوع، وتحمل ان المشوار طويل شوية، لأن نعمة النظر اللي هياخدها نعمة غالية. ونحن ينبغي لنا أن احنا نسمع كلام المسيح. لما المسيح يقول لنا حاجة نتبعها، لما يقول لنا الصوم والصلاة يخرجوا الشياطين، نقوم نتمتع بالصوم والصلاة علشان ربنا يخرج الشياطين من قدامنا ويجعل حياتنا بركة. لما نسمع في الإنجيل المقدس أن الصدقة تنجي من الموت، يبقى الإنسان كريم في صدقته وتبرعاته علشان يستطيع أن هو الفقراء اللي بيدلهم يدعوله، المشروعات الكنسية أو المشروعات بتاعت الجامعات اللي بيدلها يدعوله أمام الله. ناس عاوزين يعملوا كنيسة مثلا يتبرع بكل حاجة عشان يعملوها يوم هذه الكنيسة، يبقى اسمه باستمرار مذكور فيها. كل هذه الأمور ربنا حاططها يمكن صغيرة قدامنا، لكن ما دام المسيح حاطط كده يبقى لازم نطاوع كلام السيد المسيح له المجد. راح ومشي وتحمل واغتسل في بركة سلوام اللي تفسيره مرسل، اللي ترمز للسيد المسيح له المجد، فرجع له بصره مرة أخرى. لاحظ في كل المدة دي الراجل ما شافش المسيح، زي تمام المخلع اللي في الأسبوع الماضي لما المسيح صحاه وقام يشيل سروره بيدور كده على المسيح ما لقاهوش. برضو الأعمى ما شافش المسيح لأنه كان أعمى وتحط الطين على عينيه وقال له روح اغتسل في بركة سلوام، ما شافش المسيح. ما شافوش غير بعدين، بعد ما جات له المصايب والمتاعب من جراء البركة اللي جات له دي. وده بيحصل لنا كتير.
لما بيجينا بركه من بركات ساعات الشيطان بيخلي مع البركه شويه تجارب. واحد مثلا ربنا يديله شغله كويسه، او واحده ربنا يديها مثلا اولاد او فلوس او حياه معينه، يقوم الشيطان ما يسكتش، يحاول انه يعمل تجارب، يحاول انه هو يعمل مشاكل عشان يكسر الفرحه والبهجه بتاعه الحاجه الكويسه اللي ربنا بعتها لنا. هو راجل عينيه اتفتحت وجاي مبسوط وجاي بشر ابوه وامه، بص لقى البوليس واقف له قال له تعالى يا عم تعالى، عملت ايه؟ مجلس السنهدريم عايزك. انا عملت حاجه؟ انا راجل كنت اعمى وعينيا فتحت. لا، هنحاكمك عشان عينك فتحت. شوف الاوضاع المقلوبه، هنحاكمه قال عشان عينيه فتحت. فراح للبصل لقى الكتب والفريسي، كهنه والفريسيين والكتبه قاعدين عاملين لهم مجلس جامد، وجابوا الراجل قالوا له انت الانسان اللي كنت اعمى ودلوقتي بتفتح؟ قال له انا طول عمري اعمى. مش معقوله يا اخوانا، انا الاعمى اللي كنت قاعد على باب الهيك. ما انتش الاعمى اللي انت، هات الناس يشهدوا يا عم. شفت الراجل ده قبل كده؟ قال له كل الناس قالوا هو ده الاعمى اللي كان قاعد على باب الهيك. قال الكتاب المقدس فلم يصدق اليهود، مع ان الحق قدامهم لكن ما صدقوش. قالوا هات ابوه وامه. راحوا نزلوا لابوه وامه، انتوا ده الراجل ده ابنكم؟ قالوا ابننا. ازاي فتحت عينيه؟ قال له ما انا اعرفش، هم سابوا شافوا روح الشر من الجماعه. قال لهم انا لاش دعوه، الموضوع ده بقى هو كامل السن منكم له، لكن طلعونا احنا برا. فالناس هربوا من الموقف خايفين من اليهود، وابوه وامه تركوه، لكن مين اللي يضمه؟ أبي وأمي تركاني أما الرب فيضمني. هم يتركوا لكن ربنا ما يسيبوش. ربنا ما سابوش من ناحية الكلام اللي رد بيه، وما سابوش بعد كده من ناحية الإيمان. لما لقوا ما فيش فايدة في الناس دول، قاموا جابوا الأعمى نفسه، قالوا يا راجل احنا عاوزينك تعرف تقول لنا الحكاية بتاعت ازاي فتحت عينيك. قال لهم واحد اسمه يسوع عمل طين وحطه على عينيا وأبصرت. قالوا له الراجل ده مش من الله لأنه بيعمل معجزة في السبت. قال لهم طيب ومال؟ ما دام ربنا اعطى انه تتفتح عينيه في السبت يبقى لازم الراجل ده من الله. قال له طب قول لنا تاني ازاي انفتحت عينيك؟ قال له انتوا عمالين تعيدوا عليا السؤال ليه؟ قال لعلكم تريدوا ان تكونوا له تلاميذ. قال الكتاب فشتموه، الناس الكبار في السن اللي عواجيز شتموا الراجل، قالوا له انت تلميذ ذاك، اما نحن في تلاميذ موسى. احنا عارفين ان موسى ربنا كلمه، لكن انت مش عارفين جاي منين. قال لهم غريب. ابتدى يوعظهم بقى، ابتدى الروح القويه اللي فيه المسيح الساكن فيه وعظه، يقول لهم ازاي بس ما تعرفوش ان ده جاي منين؟ في حد من البدء الخليقه سمع ان واحد مولود اعمى فتح؟ لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيء. قالوا له يا شيخ روح بالخطايا ولدت انت بجملتك وانت تعلمنا. ومره ثانيه يقولوا له اعطي مجدا لله، قول لنا ايه اللي حصل؟ كل هذه الامور ليست لكي يعطوا مجد لله، ده كل ده كلام كده ظاهري، ولكن لكي يوقعوا هذا الرجل في كلمه يمسكوا بها سيد المسيح للمجد. احيانا كثيره نعاني من ناس، وللأسف بيكونوا من ناس متدينين من بتوع الدين، نعاني منهم أحيانا من أمور سببها ليس معجزة حصلت، ولكن حقد أو ضغط أو ضغينة أو إنسان بيحسد إنسان على مركزه. أحيانا هؤلاء الناس لحسدهم يحاولوا يجيبوا الغلط في الإنسان الذي يعمل الأمر الصالح، وده ساعات بتتعبنا كتير. يبقى واحد عاوز يخدم في الكنيسة وقلبه صافي وكويس، يبص يلاقي الشماس بتاع الكنيسه يضطهد، انا مش عاوز اقول القسيس، الشماس بتاع الكنيسه يضطهد، يبص يلاقي يقولوا لا اطلع من هنا، هو ازاي انت حسك كويس؟ لا ما تنفعش الشماس عندنا. ليه؟ لا طب بعدين حسك يبقى احسن من حس القسيس. طب وبعدين؟ وبعدين هذه الامور كلها كيف تدل على ان روح الله موجود في هؤلاء الناس؟ احنا المفروض نكون كمسيحيين نفرح بانسان يخدم، نفرح بانسان يشفى. لكن هذا الرجل عندما شفاه السيد المسيح وجد كثيرين يحاولوا أن يضايقوه في الخدمة بتاعته، ومن العجيب أنهم لما بيضايقوه بيستعملوا الكلمات الطيبة، عاوزين يوقعوا ويوقعوا المسيح في غلطة، ويقولوا له اعطي مجدا لله. بقى أنتوا عاوزين مجدا ربنا برضو؟ عاوزين أنتوا مجدا ربنا تقولوا اعطي مجدا لله زي ما يقول لك مش عارف مجد سيدك؟ أنت عاوز تمجد سيدك؟ أنت عاوز تجيب خطية كبيرة تمسك بها هذا الرجل. يا ريت ان احنا نتنبه الى هذا ونكون اناس ايجابيين في اننا نفعل الخير، وما يكونش عندنا حسد او بغضه من ناحيه اي واحد عشان ندينه على الحسد بتاعه. والسؤال الاخير، السيد المسيح طردوا الراجل، طردوه من المجمع، قالوا لا ما انتش في المجمع، ما دام انت بتقول ان الراجل ده كويس اطلع من المجمع.
فمشي قام المسيح قبله. لما طردوا الناس زي ما بقول لكم المسيح يقابلنا، لما الناس يكرهونا ويضايقونا ويشتمونا المسيح يفتح صدره لينا. لما نكون تعبانين من الناس، مين اللي دعا التعابة؟ المسيح، لما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو تعبان من الحكاية بتاعته وقام قاله المسيح، ظهر له المسيح. والراجل الأعمى عرف ده المسيح ازاي؟ ما شافوش. عرفه منين؟ سمع صوته. انتوا عارفين ان الانسان الاعمى حاسه السمع بتاعته بتكون شريده ويقدر يسمع كويس. انا فاكر معلم كان علمنا في لما كنا في الدير بنتعلم الكهنوت، كان يريد معلم يعلمنا، كان ضرير. بعد يمكن 14 سنه جيت اسلم عليه، قال لي انت ابونا فلان. ما كانش بيشوف، ما شافنيش، لكن السمع بتاعه بيعوض النظر بتاعه. فاول ما سمع صوت المسيح عرف ده المسيح جاله. فالمسيح لقاه وقال له أتؤمن بابن الله؟ فالراجل خضع له وقال له من يا سيد لأؤمن به؟ مين هو عشان أؤمن به؟ قال له أنا الذي أكلمك. فقال له أنا أؤمن يا سيد، وسجد له. والسؤال ده موجه لنا كلنا، أنتوا بتؤمنوا بربنا؟ تؤمنوا بالمسيح ابن الله؟ كلنا نقول آه. مال نحن في المعمودية أول حاجة عملناها قلنا الإيمان وقانون الإيمان المصغر بتاع العماد، لكن في كثير من أعمالنا يتضح ان احنا لا نؤمن بالله. هل تؤمن ان هو يحافظ عليك؟ تؤمن ان هو يدبر امورك؟ تؤمن بالله ان هو يحل مشاكلك؟ تؤمن بالله ان الحاجة الصعبة عندك يقدر هو يحلها؟ تؤمن بالله ان المرض اللي يكون موجود هو يقدر يشفيه مهما كان مستعصي؟ في ناس كثير خالص يقول لك انا اؤمن، لكن قلبهم من جوه مش مظبوط. لكن هذا الاعمى لما قال له سيد المسيح اتؤمن بابن الله؟ قال له نعم يا سيد اؤمن، وسجد له. ونحن أيضا في هذا اليوم نقول يا رب نؤمن بيك، نؤمن بنعمتك وبقوتك معانا وببركتك علينا، وبأنه إذا تركنا الناس كلهم أنت لا تتركنا، وإذا كان العالم كله يكون ضدنا أنت تقف معنا وتعطينا حياة وسلاما أبديا. فالله الذي أعطى نعمة البصر لهذا الإنسان يعطينا بركة ونعمة وسلام لنحيا في رضاه كل حين، له المجد الدائم للأبد. آمين.